بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، الصبر والمغفرة للآخرين الحقيقة علاج رائع لمشاكل العصر. دعوني أتأمل معكم ما يقوله علماء البرمجة اللغوية العصبية وما قاله القرآن قبل ذلك. يقول العلماء إن الرضا عن النفس وعن الآخرين مهم جدا في العلاج النفسي، لأن معظم الأمراض النفسية تنشأ نتيجة سخط الإنسان على واقعه وعدم الرضا بما قسم له. ويقول العلماء إن أقوى أنواع الصبر أن يترافق مع التسامح لمن أساء إليك، ليس أن تصبر عليه فقط بل أن تغفر له وتسامحه، لأن الباحثين يربطون بين التسامح وطول العمر والحالة الصحية الجيدة والنظام المناعي القوي، فالمتسامحون هم أطول الناس أعمارا. لذلك ربط القرآن بصورة رائعة بين الصبر والتسامح أو المغفرة. قال تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سبحان الله، ولمن صبر وغفر، يعني انظروا كيف أن القرآن يعطيكم العلاج بأسلوب مبسط وسهل ولا يحتاج لأي تكلفة، بل إن معظم القادة والناجحين يعتمدون هذه الاستراتيجية في حياتهم، أنهم يصبرون على الفشل، يصبرون على أخطاء الآخرين، وبنفس الوقت يتسامحون معهم كثيرا، فتقودهم هذه الاستراتيجية إلى النجاح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والحمد لله رب العالمين.